السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلبة الصف الثالث الثانوي، مرحبا بكم. دي حلقة جديدة يا شباب في سلسلة حلقات كتاب ماي فريند، مراجعة نهائية. النهاردة إن شاء الله هنشتغل يونت 6 عندنا Work Life Balance، توازن الحياة مع العمل. طبعا زي ما قلنا طبعا بتبقى فيه الفوكاب، الكلمات بتبدأ أول حاجة إن أنت تراجع على الكلمات المهمة جدا عندك. ما تنساش ان في اليونت دي في مهمة جدا جدا الحاجات اللي بتاخد ميك والحاجات اللي بتاخد دو، دي مهمة جدا جدا لازم تركز عليها، اللي بتاخد جد. برضه عندنا في اليونت دي الفريزال فيرب بتاع التيك، حرف الجر لما بيجي مع تيك بيغير معناه، لازم نركز جامد جدا على الكلام ده. طيب هنا في طبعا اهم المصطلحات الموجودة، اهم حروف الجر، الكتاب جايب لك كل الكلام ده. هذه المعاني بتاعت تيك اوف موجودة، مهمة جدا جدا. طيب ودي اهم الملحوظات اللغوية اللي موجودة. طبعا قبل ما تبدأ تتفرج على الفيديو دوت، انت بتحاول ان انت لو معاك الكتاب بتحاول انت تحل الاول لوحدك، وبعد كده بتفتح بقى الفيديو قدامك الكتاب وتصحح وتشوف اخطائك وتشوف الدنيا ماشية ازاي. يلا يا شباب نشتغل كده مع بعض. اول جملة بيقول لك you can space your own timetable. نركز جامد جدا ان كلمة تايم تيبل دي بيعمل جدول، ميك ا تايم تيبل، دايما بتاخد كلمة ميك تايم تيبل. I'm only space a few hours of work a day. انا بعمل كام ساعة او بشتغل كام ساعة من العمل كل يوم. انا يا شباب بعمل work، عمل بتاخد كلمة do، يبقى doing work، بعمل كام ساعة. Freelance workers have to space their own account. هما الناس اللي هما الفريلانس المستقلين دول، اللي هما العاملين المستقلين، هما لازم ان هما يعملوا في حساباتهم، لازم ان هما يعملوا حساباتهم. خلي بالكم يا جماعة كلمة account دي حسابات، يعمل حسابات اسمها do accounts. The problem with being a freelance worker is that you don't always space regular work. مشكلة ان انت بتبقى مستقل دي، عارف ايه مشكلتها؟ ان انت دايما مش على طول بتحصل على عمل منتظم، يحصل على عمل يبقى جيت ورك، يحصل على العمل. زي ما قلت لك في بداية كلامي ان اليونت دي فيها تركيز جامد جدا، الحاجات اللي بتاخد ميك، الحاجات اللي بتاخد دو، والحاجات اللي بتاخد جيت. It can be hard to space money and look after my family. طبعا احنا صعب جدا يا شباب ان انت تقدر ان انت تجيب فلوس وفي نفس الوقت تعتني باسرتك. فكلمة money هي طبعا لو في earn money كانت تمشي، طب ما فيش earn money يبقى ينفع اقول make money، يعمل فلوس، يكسب فلوس. The manager asked him if he was space for work next weekend. المدير بيسأله هل هو متاح للعمل، هل هو موجود او متاح للعمل الاسبوع القادم. طبعا الشباب كلنا عارفين كلمة متاح اللي هي كلمة available. If he is available for work يعني متاح للعمل. يبقى المدير بيسأله يا شباب if he available for work يعني متاح للعمل. He says his leg will space after that long run. أكيد طبعا رجليها هتعمل ايه بعد هذا الجري الكتير، أكيد رجليه سفر، يعني كلمة سفر سوف تعاد. Space me to buy a newspaper on the way home or I will forget. ماشي فكرني ان انا اشتري صحيفة، فكرني ان انا اشتري صحيفة وانا مروح البيت، يبقى كلمة اسمها remind يعني ذكر. Although على الرغم ان she doesn't have time for much space she is very healthy. بالرغم يا شباب ان هي ما عندهاش وقت للتمرينات الكتير الا ان هي جسمها كويس. طب احنا قلنا الفرق بين اكسرسايز تمرينات انت بتعملها تتمشى شوية، انما تريننج تدريب، فريق عنده تدريب للماتش عنده، انما ده تريننج، انما احنا بنعمل ايه اكسرسايز. The company has an accountant to do the company. هي الشركة عندها محاسب، يعمل المحاسب ده بيعمل the company، أكيد the company accounts يعني حسابات الشركة، account حسابات. طارق is not employed by the computer company. طارق مش متوظف بشركة مع كمبيوتر. He is a space worker، هو مستقل، عامل مستقل، كلنا عارفين مستقل يبقى كلمة اسمها freelance. It's good to do space exercise so I go running every day. هو حاجة كويسة يا شباب إن أنا بعمل تدريب منتظم، تدريب منتظم، عشان كده I go running every day. مش هو في غلطة هنا إملائية، هي طبعا هنا
المفروض ان دي ما فيش الاي ار دي منفية، لا دي ماشي غلطة املائية مسمى الطباعة. انا حاجة كويسة جدا ان انا بعمل ريجولار اكسرسايز، يعني تدريبات ريجولار، اكسرسايز يعني تدريب منتظم، ريجولار كلمة ريجولار يعني منتظم. منال has to finish the work tonight because there is an important space tomorrow morning. منال لازم تخلص الشغل النهاردة، بكرة في يا شباب بكرة في الميعاد النهائي. يعني ايه موعد نهائي؟ تراجع كلمات، كلمة اسمها deadline. ما تفرجش على الفيديو ده لما تكون مراجع كلمات اليونت عشان تعرف تستفيد. حمدي is very tired because he decided to space to new projects at work. حمدي الشباب is very tired because he decided to space to new projects at work. الراجل ده عايز يتولى مسؤولية، هيتولى مسؤولية مشروعين، أو يعني هيبدأ يشتغل في مشروعين، يبقى كلمة اسمها take on. طيب my father will be late to home today because he has a meeting with an important. والدي يتأخر شباب وعنده بكرة اجتماع مهم مع مين؟ أكيد مع، يبقى كلمة كلينت يعني أمين، كلينت يعني أمين. Your brother is very space, he likes talking to everyone he meets. أخوك شخص اجتماعي بيحب يتكلم مع الناس اللي هو بيقابلها. خلي بالك ما تنساش إن عندي سوشيال يعني اجتماعي للأشياء، صفة مناسبة اجتماعية، مشكلة اجتماعية، إنما شخص اجتماعي كلمة اسمها سوشيبل، يعني سوشيبل يعني شخص اجتماعي. The United Nations is an important space that works all over the world. الأمم المتحدة سنة تالتة هي منظمة عالمية أو منظمة مهمة بتشتغل في كل أنحاء العالم، يبقى في عندي كلمة اسمها organization منظمة. Before the start of the new year, the teachers work together. الجملة دي مهمة أوي، لازم أركز على الجملة دي وهي في كتاب المدرسة، وأنا شايف إن هي من الجمل المتوقعة السنة دي إن شاء الله. إن قبل ما بنبدأ السنة دايما المدرسين بيقعدوا مع بعض عشان بص سبيس a school time table، يعملوا جدول، قلنا make a time table، make a time table. It was hot so I took my jacket. جو حر هعمل ايه في الجاكيت؟ هخلع الجاكيت. يعني ايه يخلع ملابسه؟ يبقى قلنا take off يخلع. Some graduates think that it's harder to space work today than it used to be. في بعض الخارجين بيعتقدوا من الأصعب إن أنت تجد عمل الآن أكتر من زمان، أنت تجد يبقى get work. Before I start revising I always space a revision plan. قبل ما ببدأ مراجعة دايما بعمل خطة مراجعة. الجملة دي فيها خدعة صغيرة، إن كلمة revision لوحدها المفروض تختار do a revision، do a revision يعمل مراجعة، إنما revision plan خطة. كلمة plan دي بتاخد إيه؟ plan دي بتاخد make. فتخلي بالك عشان لو نفس الجملة مع ريفيجن بس كنا قلنا يعمل مراجعة دو ريفيجن، إنما ميك ريفيجن بلا. My friend Mona is based really well in the test last week. منى حلت كويس في الامتحان الأسبوع اللي فات، فهي يا جماعة did really well، إن هي do well يعني حل كويس. Sammy is based a lot of work last night. سامي ده عمل شغل كتير الأسبوع اللي فات. But he still didn't finish his homework. بس هو لسه مخلص الواجب بتاعه. الراجل ده عمل شغل كتير قوي امبارح، يبقى هو يا جماعه دو او ديد بقى الماضي بتاعها، ديد ا لوت اوف ورك لاست نايت. هاو ماتش ماني ديد فريدا سبيس وين شي واز وركينج ان ذا بانك لاست يير. ايه كميه الفلوس اللي يعني فريده عملتها او حصلت عليها لما هي كانت شغاله شباب في بنك السنه اللي فاتت؟ طبعا المفروض برضو ايرن ماني، طب هو هنا مش جايب لي ايرن ماني، يبقى ما كميه الفلوس اللي هي طبعا جت، يعني يا مستر كلمه جت يعني حصلت عليها، ايه كميه الفلوس اللي حصلت عليها لما هي كانت في البنك السنه اللي فاتت؟ When I was young لما كنت صغير my mother often is base me from my brother to stop us from arguing. لما انا كنت صغير السنه الثالثه والدتي كانت دايما بتفصلني عن اخويا عشان احنا نتوقف عن الجدال والمناقشه. طبعا في كلمة اسمها separate يعني يفصل، يبقى separated يعني بتفصل. عادل's job is very space, he is a firefighter and his work is often very dangerous. الشغلانة بتاعته ايه؟ راجل دايما ايه يا جماعة، حريق في الحرائق وبتاع، ضغط عليه نفسيا، يبقى كلمة stress يعني ضغط نفسي، بس الوظيفة بتبقى stressful. يبقى عندي الشباب كلمة اسمها stressful يعني ضاغط عليه.
The sports team has a good space between people who are fast and people who are strong. خلي بالك يا شباب ان دايما يعني فريقنا هنا في توازن بين الناس اللي عندها سرعة والناس اللي عندها قوة. يعني كلمة توازن يبقى balance يعني توازن. تامر never goes on a plane he faces from a fear of flying. مركبش طيارة هو بيعاني من خوف من الطيارة. يعني كلمة بيعاني من، كلنا عارفين في كلمة اسمها suffers from، يعاني من. The teacher gave us all a space. Mine was to interview four students. هو المدرس ادى كل واحد فينا مهمة، وانا كانت مهمتي ان انا هعمل انترفيو مع اربعة من الطلاب. كلمة مهمة سنة تالتة يبقى تاسك يعني مهمة. In the north of Europe some people become ill in winter because there is a space of sunshine. طبعا هو في اوروبا الناس بتصبح عيانين لان في نقص، في نقص من الشمس. وكلمة نقص للشباب كلمة اسمها ليك يعني نقص. You should space the number of sweets you eat. They are very bad for your teeth. انت لازم تقلل، لازم تحد من عدد الحلوى اللي انت بتاكلها لان دي حاجة مضرة لأسنانك. يعني كلمة يحد من، او يبقى كلمة اسمها limit يعني يحد. After our walk in the mountains بعد مشينا في الجبال I know it really tired. انا حسيت الشباب ان انا تعبان. يبقى طبعا felt الماضي من feel felt يعني شعرت بالتعب. Are you coming to football space after school؟ وانت يا ابني جاي تدريب الكرة بعد المدرسة؟ قلنا خلاص بقى فوتبول وفريق وبتاع، يبقى اكيد دي تريننج يعني تدريب، حاجة رسمية كده تدريب يبقى تريننج. I can't phone my mother because she's available space work. انا ما اقدرش يا شباب ان انا اتصل بوالدتي لان هي المفروض ان هي متوفرة او متاحة للعمل. يبقى خلي بالنا يا شباب، يبقى هي available for work يعني متوفرة في العمل. available for work يعني متوفرة للعمل. طيب people who work long hours often suffer. خلاص عرفنا يا جماعة suffer ايه، يبقى suffer from يعاني من. your father reminds me والدك بيفكرني بي، يبقى remind me of، of بيفكرني حرف الجر remind me of. the school library is available not the English class today. هي المدرسة متاحة لي او المكتبة متاحة لي درس انجليزي، يبقى available for. When you make a cake you need to separate the white of the egg is bit zero. انت محتاج تفصل كذا عن كذا، يبقى طبعا بتاخد حرف الجر from، separate from. the plane is taking، الطيارة هتقلع. يعني تقلع؟ طبعا كلنا عارفين take off. I can't take space anytime from work this week. ما ينفعش يا جماعة اتغيب عن شغلي خالص. يبقى هنا في take off time، وهنا كلمة take off بمعنى يتغيب عن العمل. any work time from work this week يبقى take off يتغيب. all the participants have to space the deadline of the project. كل المشاركين يجب ان يلبوا الموعد النهائي بتاع المشروع. طبعا هنا في مصطلح كده اسمه meet يقابل الديدلاين، يعني يلبي او يؤدي الورق اللي هو الموعد النهائي. after I had taken some rest from work I felt، بعد ما خدت راحة كده حسيت ان انا ايه، طبعا اكيد يا جماعة حسيت ان انا، يبقى حاجة اسمها relaxed يعني مستريح. you have to space on the main points not the whole subject. وانت لازم تركز على النقط الرئيسية مش الموضوع كله. خلي بالك في كلمة اسمها يركز على، اسمها يا جماعة طبعا هو لو في concentrate يركز on، طب ما فيش هنا، يبقى focus on. focus on يعني يركز على. I asked the restaurant to for the space of the delicious meat dish I ate there. انا طلبت منهم الوجبة او الوصفة بتاعة الطعام الجميل ده، يبقى انا يا جماعة اللي هي وصفة الطعام. you can take a day off، ممكن تاخد يوم اجازة. and spend enough space time with your family، وتقضي بقى شوية وقت يا جماعة جميل مع عيلتك. خلي بالك هنا في مصطلح اسمه يعني حاجة اسمها quality time، وقت جيد. عايزك انك تركز لي على المصطلح ده يا شباب، نبي الناس تتفرج على الفيديو تركز على المصطلح ده اسمه quality time يعني وقت جيد مع عيلتك. space the floor to the water and then mix them together with your hand. ضيف الدي ده على الميه وابدا ان انت اخلطهم كده بايديك، يبقى اد يعني ضيف. thinking helps people change plans and fit challenges. هو دايما التفكير المرن
بيساعد الناس ان هم يغيروا من خططهم ان هم يواجهوا التحديات. يبقى في كلمه اسمها فليكسيبل يعني مرن. She was space yesterday because she had been working hard the night before. She was space yesterday because she had been working hard the night before. طبعا شباب هي كانت يعني مرهقة جامد جدا امبارح لان هي كان اشتغل صعب جدا اليوم اللي قبلها. يبقى هي كانت طبعا exhausted يعني مرهقة exhausted. The teacher gave all the students useful space on how to revise for the final exam. التيتشر الشباب قدام حاجة اسمها tips يعني نصائح. My little sister usually space me while I'm studying hard. أختي دايما بتقاطعني. يبقى interrupts me يعني يقاطع. طب ده كده بالنسبة للجزء اللي هو خاص بالفوكال. طبعا عندك قاعدة جرامر مهمة جدا جدا اللي هي قاعدة so that. وفي عندي شباب such that بكل أفكارها طبعا دي مهمة جدا. ما تنساش في كلمة اسمها enough to. في عندي يا جماعة قاعدة enough to. وعندي قاعدة to to. دي أشهر القواعد الدرس ده. أدي to to وأدي enough to. طبعا درس سهل جدا. شرح الجرامر كله موجود على الابليكيشن. ابليكيشن الانجليزية للثانوية العامة موجود على جوجل بلاي. بتنزل الابليكيشن تتفرج على الفيديو بقى بتاع شرح الدرس ده قبل ما تحل الدرس ده. خليك معود نفسك بنظام كده. انا دلوقتي هحل قواعد جرامر يبقى اتفرج في الابليكيشن على الدرس وبعد كده ابدا يا شباب ان انا اكمل بقى كده واتفرج وابدا ان انا احل. طيب نبدا نشوف يا جماعه بالراحه كده. اول جمله عندنا بتقول ايه؟ اول جمله بيقول لك I am space busy to go to work every day. طبعا انا مشغول جدا ان انا اروح شغلي كل يوم. هنا في كلمه تو في النص هي حلت الجمله لان الوحيده بتيجي كلمه اسمها تو الصفه تو المصدر. Sometimes I work it is base hard that. ساعات بشتغل ادي hard. احنا قلنا يا جماعه لما يكون في صفه او حال وبعد كده that يبقى انا هختار كلمه اسمها so hard that. There are times when you can't work hard. ساعات بيجي لك اوقات ما تنفعش تشتغل بجد لدرجه كافيه تعرف تجيب فلوس. هنا اللي بيجي قبلها الصفه هي كلمه hard enough. I work it long hours. هنا بقى الناس الشاطرة أنا عندي هنا في كلمة ذات. هي ذات ما بيجيش غير مع سو أو ساتش ودي صفة وجاي بعدها اسم يبقى أكيد دي كلمة ساتش يبقى ساتش. لازم تفهم أنت ليه ما قلت ساتش أو آن اللي احنا متعودين عليها لأن كلمة hours هنا جمع ما ينفعش أو آن. Other freelance workers find doing their accounts is not difficult for them to do in their own. طبعا في بعض الناس المستقلين بيجدوا ان الموضوع ده too difficult صفة سلبية for them to do. The exercise was space easy that. خلاص بقى ده هنا صفة وجاي بعدها كلمة that ده هي دي محلولة لوحدها. يبقى الاكسرسايز الشباب طبعا هنا يبقى في كلمة اسمها هنا كلمة ايه؟ كلمة اكيد so easy that. Rami is careful اللي بيجي قبلها الصفة ايه؟ الوحيدة بيجي قبلها يبقى كلمة اسمها careful enough. This soup is space hot to eat. طبعا hot to eat يبقى too hot to eat وهنا دي صفة سلبية hot to eat. طيب the questions is space for the little boy to answer. هو السؤال ده شباب صعب جدا على الولد ان هو يجاوب. خلي بالك هو هنا كلمة too دي مش هتيجي معاها غير حاجة من اتنين لا اما too difficult to لا اما too difficult to لا اما difficult enough to هما دول بياخدوا to انما such difficult عايزه such وصفه وذات وso difficult ذات. هنا difficult صفه سلبيه يعني السؤال ده صعب جدا على الولد ان هو يحله يبقى هي to difficult to. It's an amazing place that دي بقى سهله ان دي صفه وجاي بعدها noun اسم مفرد وجبت قبلها an يبقى طبعا such an such a such a. The R is based long questions that هنا شباب برضو صفة جاي بعدها اسم ودي ذات يبقى such. The test was is based to finish. الامتحان ده بيكون ايه ان انا اخلصه. الامتحان ده صعب جدا ان انا اخلصه. دي طبعا هنا to يبقى دي عايزة هنا لاما difficult enough او too difficult بس هنا صفة سلبية يبقى too difficult. It wasn't is based to see any stars in the sky. It wasn't يا شباب الجو ما كانش هنا. خلي بالك دارك هنا صفة إيجابية
يعني عشان اشوف النجوم محتاج ان الدنيا تكون ضلمة. فبرضو عايز الطالب الشاطر يكون فاهم احنا بنقول ايه الدرس دوت. انت تركيزك الاول وانت بتحل ان انت تشوف لي اللي موجود في النص كلمة ايه. هنا موجود كلمة تو، خلاص يا مستر، تو دي بتيجي مع مين؟ لا اما تو صفة تو المصدر، لا اما الصفة enough تو. هنا الشمس او الدنيا مش ضلمة كفاية، يبقى عندي حاجة اسمها dark enough عشان اشوف النجوم. The food in that restaurant is space that we go every week. الطعام في هذا المطعم بيكون كويس جدا ان احنا بنذهب كل حاجة. طبعا الشباب هنا so good، لان هنا so good على طول that. It was game that we didn't finish it until 10 o'clock. هنا في كلمة that، بص بقى هنا ده ما في كلمة that، يبقى حاجة من اتنين، لا اما so لا اما such. طب هي such عايزة ايه؟ such عايزة صفة وعايزة بعدها اسم. طب ما في كلمة جيم اهي، يبقى ما ينفعش سو، يبقى انا هختار هنا such a long. It is outside that we stayed at home. الجو يا شباب عندنا دلوقتي الجو حر جدا، يبقى هنا so hot that. خلي بالك outside ده محكش عليا بيه، ده مش noun، ده حال adverb. It is hot that. It is interesting book that. بص بقى الطالب الشاطر خلاص هو فهم الدرس، ادي كلمة ذات خلاص يا مستر، ذات دي لا اما سو او ساتش، عشان هنا في انترستنج وفي بوك صفة واسم، يبقى انا هتكلم في ساتش. لازم ساتش تاخد او ان، ادام ده اسم مفرد معدود يبقى ساتش او ان، ده حرف متحرك يبقى ساتش ان. يبقى عند الشباب المفروض هنا يبقى في ايه؟ ساتش ان، ماشي. ما هو في غلطة املائية في الكلمة دي، ساتش ان اهي، ماشي، في أخطاء إملائية. such an the sea was is best to have a swim in it. هو البحر إيه يا شباب؟ آه البحر ده دافئ، هو هنا في كلمة to، ماشي، يبقى حاجة من اتنين، أنا عايزك تعمل كده، لا إما to warm، ماشي يا مستر، لا إما warm enough، هما دول ينفعوني. warm هنا دافئ صفة كويسة، يبقى ما ينفعش to، يبقى warm enough. The wall was space for the boy to reach. السقف ده يا جماعة طبعا أو الحائط ده عالي أوي على الولد إن هو يوصله، يبقى إحنا هنا بنتكلم في صفة سلبية، يبقى ده too high for the boy. There were space people in the room that we couldn't breathe. هو دلوقتي في ناس كتير أوي في الغرفة. إحنا قلنا يا جماعة معلومة كده للناس الشاطرة، إن كلمة لما تلاقي كلمة mini أو كلمة few أو كده، كل الكلام ده بياخد so many، يبقى دايما الشباب so many. That cake was space that I'll have another one. الكيكة دي طعمها كويس جدا، وهنا في that، خلاص هي that حلتها لك. that دي عايزة يا إما such يا إما so. طب ما في such أهي، أقول لك ماشي، بس such وفين الصفة وفين الاسم؟ يبقى ما ينفعش، يبقى هي so nice. They walked not that، نفس الكلام، هما مشوا إيه؟ ما هي في that أهي، يبقى such أو so. طب ساتش فين الصفة؟ مفيش، يبقى سو سلولي. هي يا شباب هما مشوا بالراحة لدرجة ان هما فاتهم، يبقى سو سلولي. It was useful book. بس بقى الفرق المرة دي useful book. اه شو بقى الفرق؟ انت في الحالة تعمل كده اخر سنة، انت عندك هنا كلمة ذات اهي، تمام، يبقى عايز سو او ساتش. طيب هنا في useful book صفة بعدها اسم، يبقى ساتش. الخدعة هنا بقى ان الناس هتشوف كلمة يوسفول فاكرة حرف متحرك، بس احنا واحنا بنشرح قلنا الحاجة اللي اولها يو بتاخد ا، يبقى such a useful book. طارق is a space that everyone likes him. هو طارق ده يا شباب ايه؟ الناس كلها بتحبه، هي الناس الشاطرة. خلي بالك ان طارق ده شخص ودود لدرجة كل الناس بتحبه. طبعا هنا في سو، ما في سو، يبقى هبدأ بساتش، ناخد ترتيبنا العادي، ادي ساتش يا مستر. طيب ساتش عايزة ايه؟ عايزة او ان والصفة والنون، يبقى ساتش ا فريندلي بيرسون، لان بيرسون اسم مفرد. حمدي از تول اند فاست سبيس تو بي. هو حمدي ده يا شباب ايه؟ حمدي ده از فاست اند تول، يبقى فاست اند تول انف، دي جاب لهم الصفة، يبقى هي انف. حمدي is the space to answer the difficult questions.
الراجل ده ماهر لدرجة كويسة جدا ان هو بص يا جماعة نفس الكلام. طريقة الدرس ده هي فكرة واحدة، بص كل الجمل فكرتها واحدة، ادي كلمة تو، ادام تو يا سنة تالتة يبقى حاجة من اتنين، يا اما تو كليفر دي تيجي تو الصفة تو المصدر، يا اما كليفر انف، هنا كليفر صفة ايجابية يبقى كليفر انف. The sea is a space called to swim، ادي كلمة تو اهي، وهنا صفة سلبية يبقى حاجة اسمها too cold. The coffee was space to drink، القهوة دي يعني سخنة جدا تشربها، يبقى نفس الكلام، سخنة دي صفة سلبية يبقى too hot to drink. The test was space that we all got 100%، هو الامتحان ده كان ايه؟ يلا يا شباب الناس الشاطرة كده قاعدة مركزة معايا، الامتحان ده يا شباب هو اصلا انت كده كده كلمة زاد دي ما بتجيش غير مع سو او ساتش، يعني ما فيش تو، بس ساتش عايزة صفة وبعد الصفة عايزة نون، ما فيش، يبقى عندك حاجة اسمها سو ديفيكالت ولا سو ايزي. ها الامتحان ده بيكون ايه يا شباب؟ لدرجة ان احنا كلنا ناس ركزنا يا شباب في الكلام ده، الامتحان بيكون ايه لدرجة ان احنا كلنا جبنا 100% نسبة مئوية أو نسبة 100%. ها يبقى عندي كلمة اسمها so easy، يعني سهل جدا إن احنا جبنا 100% نسبة 100%. طيب it was ده هو كان delicious food that we all asked for more، هو الجملة دي فيها تفكير شوية يا جماعة صعبة، لأن أنت عندك كلمة ذات وجاي قبلها صفة وجاي بعدها طبعا اسم، يبقى حاجة من اتنين ما ينفع، ادام صفة اسم يبقى ساتش، طبعا هي ملخبطة اي حد، لان في عندك في ساتش ايه وساتش بس. هو طبعا لو الكلمة دي اسم جمع او اسم لا يعد هختار كلمة ساتش، انما هنا يا شباب هو بيتكلم طبعا عن نوع معين من الطعام ينفع يتعد، ايه ديليشس فود، يبقى هختار ساتش ايه. The stadium is space to hold، الاستاد ده كبير خالص يقدر يشيل الناس الشاطرة، خلاص فهمت فكرة الدرس، ادي تو، بص من غير ما افكر ادي تو، يبقى يا اما تاخد تو دي يا اما تاخد بيج انف، هنا الاستاد كبير يشيل حاجة ايجابية يبقى بيج انف. طيب the ladder is space to be put on the back of your car، السلم ده طويل جدا ان هو يتحط في مؤخرة عربيتك، هو هنا في كلمة تو خلاص يا مستر، يا اما تو لونج لما لونج انف. شوف بقى هنا في الجملة دي لونج صفة سلبية، لأن السلم ده طويل جدا مش هينفع يجي في عربيتك، يبقى تو لونج. Today is much space to play tennis outside، الجو النهاردة شباب ايه حر جدا ان احنا نلعب تنس، يبقى الجو ده تو، يبقى عندي تو هوت صفة سلبية. Elephants are space that they can push over trees، هو الأفيال دي قوية جدا، يبقى عند الشباب في كلمة ذات خلاص اتحلت، يبقى so powerful. This is a space tree that it's amazing it is still alive، الشجرة دي يا جماعة شجرة ايه؟ شجرة كبيرة جدا، يبقى عايز هنا في ذات، يبقى يا اما so صفة بس في نون خلاص، نون دي يبقى such، هنا في اتنين بقى such a young و such an old، معنى الجملة ان هي شجرة كبيرة جدا يبقى such an old. Nobody has been to the top of the mountain because it's a space to climb، عمر ما حد شباب طلع قمة هذا الجبل لأن هي it is not to climb، هنا دي صفة سلبية dangerous، يبقى too dangerous to climb، خطير جدا إن أنت تتسلقه. This book is a space that nearly everyone has read it، هذا الكتاب بيكون يا شباب ذات، هذا ذات بتيجي مع سو ساتش، تكرار الجمل ده يخليك تفهم الدرس، بتيجي مع ساتش وبتيجي مع سو، بس ساتش عايزه ايه؟ عايزه صفه وبعديها نون، طب هنا في صفه بس يبقى سو، يبقى سو فيمس. I wanted to buy a new phone but it was too expensive for me، يعني شباب طبعا هنا too expensive to me to buy، ان انا اشتري. That hat was his best to wear I couldn't wear it، القبعه دي بتكون ايه؟ ان انا مش عارف البسها يا جماعه، يبقى هنا طبعا هي تو ما تنفعش معايا نفي، يبقى هي نوت بيج انف، مش كبيرة لدرجة كفاية ان انا اعرف اشتري.
The boys ran space to win the race they couldn't win it. الأولاد جريوا بالراحة ما الحوش يكسبوا، يبقى too slowly ببطء جدا. علا is space that she passed the exam easily. علا دي خلي بالك في ذات، خلاص فهمت الفكرة، ذات دي عايزة مين، لا إما سو أو ساتش، بس أنا عندي صفة بس، يبقى سو intelligent ذكية جدا. حمدي is space man that he is very good at weight lifting. حمدي ده بيكون راجل ايه، لأنه كويس جدا في رفع الأثقال، يبقى خلي بالك هنا في كلمة ذات وجاي بعدها ناون، يبقى الراجل ده such a strong man، such a strong man. هنا didn't feel space to come to school. هنا مش حاسة ان هي انها تيجي المدرسة، مش حاسة انها كويسة انها تيجي المدرسة. وهنا هنا في تو، تو دي حاجة من اتنين، يا اما تو ويل، يا اما ويل انف، بس ويل دي صفة كويسة، يبقى ويل انف، ويل انف. It's a space to play games in the park. We can't go here. طبعا يا شباب يعني الجو حر جدا ان احنا نلعب جيم، يبقى it's too hot صفة سلبية. The book was a space that I wanted to read it again. الكتاب ده شيق جدا لدرجة، يبقى هنا so interesting that. The film was a space